مزيد من التفاصيل تنضم إلي من رام الله الزميلة ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من هناك. أهلا بك ولاء، ماذا عن هذه الدعوات وهل بدأت بالفعل وما أبرز الفعاليات؟ نعم، أهلا بك همام وبكافة الصدى المشاهدين. يعتبر هذا اليوم هو اليوم الوطني العالمي لنصرة قطاع غزة والأسرى البواطن داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتعذيب الجسدي وأيضا النفسي في سجون الاحتلال وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة داخل هذه السجون باعتبارهم أسرى حرب، كما يعني وثقتها والمواثيق الدولية التي تعترف بحقوق الإنسان داخل السجون كأسرى حرب في هذه المرحلة، واتفاقية جنيف نصت على ذلك. أيضا نتحدث عن قطاع غزة الذي يمر بإبادة جماعية منذ 7 أكتوبر ولغاية هذه اللحظة، سياسة التجويع والترهيب والاعتقال والاغتيالات المتكررة لكل ما هو فلسطيني سواء من البشر وأيضا الحجر وأيضا المساكن التي يتم تفجيرها واللعب بحياة الإنسان داخل قطاع غزة، ناهيك عن سياسة التجويع التي تقوم بها سلطات الاحتلال على المعابر الحدودية التي هي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما بين مصر الشقيقة وأيضا القطاع الحديد. نتحدث أيضا عن كسر الحصار الذي منذ أعوام كثيرة مطالب به قطاع غزة لكسر هذا الحصار المطبق على القطاع، ولا زالت تطالب به سواء السلطة الفلسطينية، شعبنا في الضفة الغربية وأيضا في الداخل وفي القطاع. هذه المسيرات جاءت دعما ونصرة لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل المحتل لما تمر به من حالة كبيرة من القضايا والتي يصعب على الفلسطينيين حلها وحدهم، ويجب على العالم أن يقف متكاتفا لحل هذه الأمور الوطنية والتي تمس الإنسان بالدرجة الأولى وتمس أيضا القضية الفلسطينية بالدرجة الثانية. أيضا نتحدث عن هذه المسيرات التي جابت شوارع المدن في القطاع الغربي في رام الله في البيرة وأيضا في مدينة الخليل في مدينة جنين وفي مدينة نابلس وغيرها من المناطق، لا سيما وأنا استنكرت طول كرم من هذا من هذه بفعل الاقتحام للمرة الثالثة منذ يوم أمس ولغاية هذه اللحظات. نتحدث عن الآن قوات الاحتلال تقتحم مدينة طول كرم، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، هناك قصف بمسيرات منذ هذا الصباح والقصف الثاني، حيث قامت قوات الاحتلال بقصف مركبة يستقلها 4 أو 5 فلسطينيين من بالطريق الواصل ما بين زيتا وأيضا عتيل. كان هناك احتراق للجثامين لأشبان الفلسطينيين وصعوبة على الطواقم الطبية الاقتراب بفعل أن قوات الاحتلال تواجد في المكان ومنعت الطواقم الطبية. أيضا الحدث الثاني وهو القصف الثاني في مسيرة أو في مسيرة إسرائيلية تقصف في بلدة بلعة إزاء هذا الأمور التي تتصاعد في طول كرم، حيث استثنيت من هذه المسيرة الشعبية الحاشدة. وأيضا نتحدث عن أعداد الأسرى البواسل منذ 7 أكتوبر وهي نسبة الأعلى، نتحدث عن 9920 فلسطيني على الأقل، ومنذ مساء أمس وحتى هذه اللحظات اعتقلت قوات الاحتلال 30 مواطنا بينهم صحفيان وأطفال وأسرى سابقون. لذلك يعتبر هذا اليوم هو يوم وطني عالمي كما أسندت به القوى الوطنية والإسلامية وأيضا القيادات الشعبية والقيادات السياسية تمثلت في التواجد في هذه المسيرة. طيب، ولا استخدام الطائرات العسكرية الإسرائيلية أو الطائرات المسيرة في قطاع غزة للأسف هو يعني أمر وارد حتى قبل 7 أكتوبر، لكن أن تستخدم إسرائيل طائرات مسيرة في نطاق الضفة الغربية في مدن ومحافظات وبلدات الضفة الغربية، هل هو أمر مستغرب بالنسبة لأهل الضفة؟
يعني هو أمر ليس مستغرب همام، حيث قامت قوات الاحتلال بارتيال عدد من الفلسطينيين بالطائرات المسيرة. نتحدث منذ عام 2023 وعام 2024، هي الأكثر غزارة باستخدام هذه المسيرات في شمال الضفة الغربية، وارتيالات متتراكمة للمقاومين الفلسطينيين. نتحدث عن مقاومين تم اغتيالهم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال، فقط لأنهم يدافعون عن أراضيهم وعن هذه الاقتحامات التي يتصدون لها، كما هو الحال الآن في مدينة طول كرب، حيث كتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام وهما الجناح العسكري لحركة فتح وحركة حماس يتصدون لهذا الاقتحام بالاشتباكات المسلحة. أيضا نتحدث عن كل هذه الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال منذ والتي يعني غزارتها بدأت أيضا بعد 7 أكتوبر، تستخدم هذه المسيرات للتخلص من المقاومين دون أن يكون هناك تحليق للطائرات الحربية أو حتى أن يكون هناك اجتياحات واسعة كالذي حدث عام 2000 والاجتياحات التي الاجتياح الكبير وهو الانتفاضة الثانية. نتحدث عن وجود الدبابات العسكرية والآليات والمجنسرات والجرافات في مدن الضفة الغربية، هي لفت لتوسيع نطاق هذه العمليات، لاسيما وأنها لم تتخلص من جبهة غزة والآن تفتح جبهة جديدة في الشمال، وبعد ذلك تفتح جبهة إقليمية مع إيران وأيضا محور المقاومة في العراق في لبنان وغيرها من المناطق. هي تفتح جبهات عديدة، لا تريد أن تكون هناك جبهة أخرى في الضفة الغربية، ويعني بعض المحللين قالوا أن هذه الجبهة تزداد غليان. يعني بالفعل هذا كل ما هنالك تصاعد في الأحداث وتصاعد في الإشباكات المسلحة ما بين الحين والآخر، ما بين المقاومين قوات الاحتلال، كل ما يوجد هناك اقتحام للمخيمات الفلسطينية للبلدات في القرى سيجاب هذا بالاشتباكات المسلحة والعبوات الناسفة محليات الصنع، وخاصة أن قوات الاحتلال يصعب عليها التجول في أزقة المخيمات، خاصة أن هناك عدد من الجنود الذين تم قتلهم داخل أزقة مخيمات الضفة الغربية، وهي تحافظ على جنودها من أن يكون هناك تفجيرات لبعض الآليات العسكرية وموت الجنود داخل أزقة المخيمات الفلسطينية. وهذا يعتبر انتصار وإن كان هو ضئيل جدا عما يحدث في قطاع غزة وأيضا في مناطق الضفة الغربية. شكرا جزيلا ولا سلامين، كنت معنا من رام الله على هذه التفاصيل وعلى كل هذه المعلومات.